فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قال الإنسان الشهادتين وهو يحتضر، فهل يكون بذلك مسلما؟ يحتضر، ما هو يحتضر، وهو يحتضر. نعم. فهل يكون بذلك مسلما؟ فات، إذا بلغت الروح الحلقوم فات التوبة، إذا بلغت الروح الحلقوم فاتت التوبة، فلا يقبل من تائب توبته ولا من كافر إسلامه إذا بلغت الروح الحلقوم والغرغرة. نعم.